نجيب حديث النبي عليه الصلاه والسلام صحيح البخاري. ستنا عائشه بتقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كثر علي الدعاء، كثر علي الدعاء. يعني ايه؟ يعني يا رسول الله انا مثلا عايز ادعي، زي مثلا واحد دلوقتي بيقول لي ادعي لنا يا شيخ وجد مثلا، ادعي لنا. طب يا اخي هو هدعي ان شاء الله، فانا بقى عشان ادعي بقول ايه؟ يعني ادعي ايه؟ لاولادنا ولا لزوجاتنا ولا ربنا يكرمنا بفلوس ولا يبارك لنا في اللي كرمنا بيه؟ طب وحسن الخاتمه والقبر، طب والجنه، طب يبعد. بص بص، كثر علي الدعاء، يعني هقول ايه ولا ايه؟ ها؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جميل الحقيقه، اسمه الجامع للدعاء. الجامع للدعاء، يعني تقول الحديث ده تجمع فيه كل اللي انا قلته، اللي انا كنت عايز ادعي بيه قبل كده. قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قولي يا عائشه، بص بقى، اللهم، دعاء الى الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، سوره غافر، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الله اذا، دعوه الداعي اذا دعان. فانت بتدعو الله، اذا سالت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. طب اللهم اني اسالك، اطلب منك من الخير كله، الخير كله، عاجله دلوقتي واجله اللي قدام لسه ما جاش، ما علمنا منه اللي انا عارفه وما لم نعلم واللي ما عرفوش. اديني الخير كله يا رب، بتاع دلوقتي واللي قدام، اللي انا عارفه واللي مش عارفه. ونعوذ بك من الشر كله، شر كل الشر، ها، عاجله دلوقتي واجله اللي جاي قدام، شر ابعدنا عنه يا رب. ها، واعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه اللي احنا عارفين ان ده شر، وما لم نعلم واللي مش عارفين ان هو ده شر، ممكن يكون شر انا مش واخد بالي منه. ادي جزء. وبعدين، ونسالك الجنه، امين يا رب، وما قرب اليها من قول او عمل. اي قول اي عمل يقربني من الجنه انا عايزه يا رب. ونعوذ بك، ابعدنا يا رب، نعوذ بك من جهنم والعياذ بالله، وما قرب اليها من قول او عمل. جميل. وبعدين، ونسالك، جميله اللي جايه بقى، مما سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم. جميل قوي يا رب. 23 سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلب منك حاجات انا عايزها يا رب، اداني بقى وانا قاعد كده جاهز يعني. ونسالك مما سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ها، ونعوذ بك، وابعدنا يا رب، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء النبي في 23 سنه عمر الدعوه قال لك يا رب ابعدني عنه، يا رب مش عايزه، انا يا رب مش عايزه، ابعدني عنه. جميل. اللي جاية بقى أجمل ما في الحديث كله، الله، وده موضوع اللي أنا عايز أتكلم عنه، اللي هو إيه بقى؟ وما قضيت لنا من قضاء، قضاء مش قدر، بقى قضاء خلاص، ها، فاجعل عاقبته رشدا، فاجعل عاقبته رشدا. اجعل يا ربي خير في القدر اللي بقى قضاء وتم خلاص، تم خلاص، وانا عملت اللي عليا، اعمل ايه يا ربي؟ اللي تم ده، خليه يبقى خير. طب خير ازاي؟ مالكش دعوه بقى، انت دعيت ربي.